السلام عليكم، معكم فخر الدين في فيديو جديد. وكما قلت لكم في الفيديو اللي فات غنحاولوا نطلعوا الريتم ديال الفيديوهات، وما حد كاين البارطاج والسيبور غنكملوا في هذا الريتم. القصه ديال اليوم فيها كاع داكشي اللي تتبغيو، براكاج فيه التخطيط الذكاء، وفيه فيديوهات حقيقيه من الكاميرا سيرفيونس ديال البنكة. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش واحد اللايك، وكما قلت لكم داك النهار مره نبداو نديروا شي سبونسور. المهم نخليكم مع السبونسور ديال اليوم ونبداو الفيديو ديريكتور. السبونسور ديال اليوم هو بينومو، واحد البلاتفورم ديال تريدينغ فيها لي زاكسيون، فيها العملات، فيها الكريبتو، فيها البيتكوين، فيها الاثيريوم، فيها كل شيء. انا نوريكم كيفاش تخدم. اول حاجه تتعزل الريل اكاونت وتدير المونطون اللي باغي دير، تتعزل المده، هنا نعزلو دقيقه وتتكونفيرم. مورا هذا الشيء تتسين واحد الدقيقه، مورا الدقيقه تتشوف واش ربحتي في التريد ولا لا. فتريد ربحنا تقريبا 100 دولار. وبالنسبه للطريقه باش ممكن تشارجي، كاين تقريبا كلشي، كاين فيزا، كاين ماستر كارد، ممكن حتى بيتكوين ولايت كوين تشارجي بهم. دونك بخير، هذه هي الطريقه. لي ليان وكلشي غتلقاهم في الديسكريبسيون في صندوق الوصف، ونبداو الفيديو. القصه ديال اليوم وقعت في امريكا، والبطل ديالها هو واحد الامريكي سميتو انطوني كيرسيو. هاد انطوني كيرسيو كبر في واحد العائله ميسوره، ما كان خاصو حتى شي خير ملي كان صغير، ومن فوق هادشي كامل كان صحيح وكان زوين من الصغر ديالو، دونك ما كان خاصو حتى شي حاجه، لقاها سهله، هذا لقاها كيف بغاها. من الصغر ديالو كانت عنده شعبيه كبيره في المدرسه حتى وصل الليسي، وانتم عارفين في الليسي في امريكان كاين الفرقه ديال الفوتبول امريكان، وتما كان الكابيتان ديال الفرقه ديالو ديال الفوتبول امريكان، وكان كلشي تيقول بان عنده واحد الموهبه واعره، وانه منين غيطلع لليونيفرسيتي غيولي لاعب مشهور بزاف. كما نتوما عارفين في امريكان تيعزلوا اللعابه وتيعزلوا لي زيتيديون من الليسي وتعطيهم دي بورس في اليونيفرسيتي، ومن تما تيولوا لعابه بروفيسيونيل. المهم من هادشي كامل كان كلشي عنده ما كان خاصو حتى خير، كلشي كان غادي مزيان، وعزلته واحد الجامعه مزيانه ولا عاوتاني تيلعب فيها فوتبول امريكان. ولكن منين طلع للجامعه ما بقاش هو داك اللي تيديها فيه كلشي، وما بقاش هو البطل وكلشي تيشوف فيه وديما هو الكابيتان وديما تيلعب، ولكن لقى واحد المنافسه كبيره بزاف تما، وحس براسو بانه غير لعاب عادي، وحس بالضغوطات بزاف، يعني ولا عنده الضغط باش يعطي لي فور اكثر من داكشي اللي كان تيعطيه باش كان في الليسي، لانه في الليسي كان تيعتمد على الموهبه ديالو. دابا ولا خصو يخدم ديال بصح، وتما جا واحد ستريس وما بقاش قاد على داك الضغط وديك المنافسه اللي كانت تما. وكيفاش جرى هادشي كامل؟ تبلى العام الاول ديالو ديال الجامعه، من بعد واحد المده ولا الكوليك، ولا باش ينسى الضغط ولا تيشرب بزاف، وشرب بوحدو ما كانش كافي. واللي كان وقع هو ان العام الثاني كان جاته واحد الاصابه ديال الرباط الصليبي، يعني في الركبه ديالو اصابه خايبه بزاف، وكانوا عطاوه واحد الدواء سميتو فايكادين باش يبردوا عليه هاد الالام هادو. واللي وقع ليه هو انه تبلى بهذا الدواء. هو هذا الدواء الهدف ديالو هو تنقص من حده الالم، ولكن في نفس الوقت كان بحال شي مخدر وكان تيبلي. وصاحبنا كيرسيو بقى تياخذ منه بزاف، وقاه بانه تيدير المفعول اللي كان تيديروا ليه الشراب باش ينسى، باش ما يبقاش يحس بدوك الضغط كامل، ولا مدمن عليه. انطوني كيقول بانه ملي كان تياخذو كان تيحس بواحد الراحه نفسيه، وبانه ما كاينش ستريس، وبانه ما يحتاجش يولي بطل، بانه ممكن يبقى كما هكا والناس كله ما يبغيوه، وما محتاج هذا الشيء كامل، وكانوا تيمشيو عليه كاع الضغوطات. ومن تما تبلى ولا كياخذ بزاف ديال الفايكادين، وبدا كيشرب كيشرب كيشرب. او صحا معنا نكملوا القصه. المشكل باش ياخذ هذا الفايكادين كانت خاصو اوردونونس من عند الطبيب، وميريكان عارفينهم ما تيتفلاوش في هذا الشيء. وتما خونا كيرسيو ولا كيخرج على القانون ولا كيزور لي زوردونونس، كل مره داير سميه هاد جون هابول، المهم خاصو الفايكادين ديالو. وفي هذه اللحظه هذاك انطوني اللي كان رياضي وكانوا عنده مبادئ ضرب كلشي في الزيرو، وبقى لا عنده مبادئ لا حتى شي حاجه، الرياضه ديالو ما بقاش مكمل فيها، ولا الهدف ديالو في الحياه هو هاد الفايكادين. والمشكل هو انه ولا خاصو فلوس بزاف بزاف باش يبقى مساير هاد البليه هادي. تما بدا تيخربق باش يدبر على الفلوس، ولا كيسرق في الكومبيوتر ديال الجامعه فين كيقرا، تيزور هادوك البيسبول كارز باش يبيعهم في اي باي، المهم خاصو ياكل هادوك الكينات باش يحس بالراحه. بقى هكا تسال الجامعه تخرج، ولكن داك الحلم اللي كان عنده ديال باش يولي كواير ديال الفوتبول امريكان مشى، لانه ما بقاش قاد يساير داك الشيء، وقلبها ولا اجون ايموبيليه، يعني ولا سمسار ديال الديون. مع هو كان تيعرف فيه دار وكان مقبول عند الناس وكل شيء، في ديك البلاصه فين كان ساكن كان كل شيء عزيز عليه، وكان كل شيء تيحاول يتعامل معاه، وكان غادي مزيان، بقى غادي مزيان، ولكن في نفس الوقت ديك البليه ديالو تابعاه. واحد الجزء ديال الفلوس ديما اللي تيربح تيمشي في الفايكادين، وداك الجزء كبير بزاف كان بقى تيخسر، حتى يوصل بعد شهور ل 15000 دولار ديال هاد الفايكادين. 15000 دولار يعني بالفلوس ديال هاد المغرب
فايته 15 مليون في الشهر تخيلوا معايا. وهادشي تخيلوا في الوقت اللي مراهته ولدات ولات عنده بنيته، يعني عنده المسؤوليه وعنده الدار وعنده البليه ديالو، واللي كمل هادشي كامل هو جات الازمه ديال 2008. تما طاح العقار، الازمه مشى ليه كلشي، صدق لا ديور لا فلوس لا حتى شي حاجه. زيد على هادشي البليه كانت يبان قدام العائله ديالو بانه انسان نورمال مزيان، ولكن هو في الداخل ديالو غارق في الظلمات ديال هاد البليه هادي. ملي ما بقاش عنده مصدر الرزق باش يعاون العائله ديالو ويكمل في داك البليه اللي كان فيها، بقى تيفكر اش غندير باش غندبر على هاد الفلوس. في نظركم اش غيدير؟ براكاج. أنطوني كيرسيو قرر يبراكي بانكا. السطو على البنك هو الحل اللي كان عنده. واحد المره كان جالس قدام بانك اوف امريكا وطاحت عليه هذه الفكره هذه، بان لي هذاك البلاندي اللي كيترونسبورتيو فيه الفلوس من بانكا لبانكا واقف قدام بانك اوف امريكا. ديك الساعه قال هندير احسن براكاج ممكن يدار، وبدا التخطيط ديالو. واول حاجه دارها هي بدا تيقلب في الانترنت وبدا تيقلب في الافلام والدوكيومونتير على جميع لي براكاج اللي داروا من قبل باش يدير لراسو الخطه المثاليه باش ياخذ دوك الفلوس. هنايا بدا تيوجد، ما بغى يخلي حتى شي حاجه على الله. هذاك الفايكادين اللي كان تياخذ كان تيخليه تديها في الديتاي بزاف، وداكشي اللي دار بقى سامر عليهم تما واحد المده طويله، تيرسم البلان ديال البلاصه اللي كان فيها داكشي، الوقت معيش يجي والوقت معيش يمشي، والعادات ديالهم، ولا تيحفظ كلشي ديال داكشي اللي تيطرا باش يلقى شي طريقه، احسن طريقه اللي ممكن ياخذ بها الفلوس بلا ما يعيق به حتى شي واحد. داكشي يكون كله مدروس، دار البلان، شاف الطريق اللي هيدوز معاها من ياخذ فلوس، شاف كل شيء داكشي بالديتاي، وزاد عليه داك الدواء اللي تخليه يشوف التفاصيل كاملين. من بعد كاع التحريات وهذا الشيء كان خاصو يزيد يقرب ليهم، يزيد يقرب لذاك البلاندي باش يشوفهم شنو تيقولوا، باش يشوف ديتاي اكثر وشنو دار، شنو الفكره اللي طاحت عليه. لبس لباس ديال الجارديني وقف حداهم، وكان مفروش وباين بزاف لدرجه تحد ما داها فيه، لانه غير جارديني واقف تما ماشي شي حاجه. اللبسه ديالو كان فيها كاسكيطه مضاده للشمس، ماسك بحال ديال الخدمه، وجيلي صفر. هادشي اللي كان وهادشي خلاه تحد ما يتسوق ليه. تما انطوني بدا تيدير راسو خدام في هذاك الجرده، هذيك الحديقه اللي تكون قدام البنك، وتما فين تيجيو هادوك وتيمشيو، وهو تيراقب مرتاح مرتاح تحت مسوق ليه. من بعد واحد المده ديال الملاحظه دار الخطه ديالو، لاحظ بانه كاين لومبوتياج في الوقت اللي كيجيو هادوك باش يهزوا الفلوس، يعني ما يمكنش يمشي ولا يهرب بطوموبيل. هذه الحاجه الاولى. لاحظ ان ما بقيتش على البنك بزاف، كاين واحد الواد خصك تهبط مع واحد الدريبه تمشي واحد شويه في الغابه وتتوصل لواحد الواد. هذه معلومه مهمه بزاف. تما جاتو الفكره بانه خاصو شي حاجه تتمشي بالزربه فوق الماء، وانتوما غتكونوا عارفين شنو هي هذه الحاجه. واحد جوج ثلاثة، حسن جدا، هي جيتسكي. قال هناخد الفلوس هنهبط مع ديك الهبطة، هنقطع داك الشانطي وهنمشي مع الغابة، ومن نوصل للواد هيكون جيتسكي ديالي تيتسناني، هركب فيه وهنهرب تحت ما يقديش تني، لأنه يعني هيكون لومبوتياج. البوليس ما طيحش ليهم فكرة ديال يكون عندهم جيتسكي باش يتبعوه، يعني ميمكنش يتبعوه. كنت قلت لكم بأن أنطوني كيرسيو مبغي يخلي حتى شي حاجة للحظ. وشنو دار؟ مشى يتيستي واش جيتسكي ممكن يمشي تما، واكتشف بان الماء ما غارقش بزاف وداك جيتسكي ما هيمشيش. واش هي ابوندوني؟ لا، فكر بانه هيحفر الواد، هيبدل التضاريس ديال ديك البلاصه باش البلان ديالو يمشي كما باغي. وداك الشيء اللي دار، بقى تيحفر في ديك البلاصه 6 سوايع 300 سوايع في النهار لواحد المده ديال سيمانه، تيحاول، ولكن جاتو صعيبه بزاف. وتما قال بان القضيه ديال جيتسكي ما يمكنش تدار. منين شاف القضيه ما مسلكاش اشنو دار؟ خلى لايك بعدا بدا تيفكر في طريقه اخرى. قال اجي علاش ما نديرش بوي نخليها تما، منين نجي بالفلوس نركب فيها ونخلي الواد يدير خدمته، نلقى جالس والواد يجرني ويبعدني للماكسيموم. وهذا الشيء اللي قرر يدير في الاخر. كيرسيو اول قبل النهار ديال البراكاج قال اجي نعاود هاد الخطه اللي هندير ونجربها نشوفها واش خدامه ولا لا. هذا الجزء ديال الهروب، الجزء الاخر مازال نقول لكم واعر بزاف. حتى هو مره اخرى كان متنكر لابس ديك الكاسكيط داك الماسك وداك الجيري وداك الشيء كامل، شدو حطو حدا واحد الطارو ديال الزبل، وفي ديك اللحظه اللي حطو فيها كان واحد الشمكار جالس، وداك الشمكار راه تيدير الحياه، عارف داك الهومليس ديال الميريكان، وتيبان بحال سكران دايخ، تيبان ماشي عادي بزاف. وتما شاف فيه داك الهومليس وقال ليه انا عارفك شنو تدير. كيرسيو دور راسو شاف فيه وقال اش يخربق هذا، وكمل طريقه وما داهاش فيه. تجربه داز هي هذيك، كيرسيو رجع للدار صافي عول غدا هيدير البراكاج ديالو. وهنا فين تبدا الخطه ديال بصح اللي هتخليها الطريقه هذه في شكل فريده من النوع ديالها في هادشي كامل اللي كنا شفنا ديال البراكاج شحال هذه.
سمعوا مزيان، دابا عنده الخطط الهروب كلها مزيانه، ولكن قال كيفاش هنقد ندوخ البوليس ونعطلهم لدرجه ما يوصلوش ليا. وهنا فين طاحت عليه هاد الفكره، تم حل واحد السيت سميتو كريغليست، تيتحطوا فيه بزاف لي زانونس ومنهم لي زانونس ديال الخدمه. حط فيه انونس كانه شركه كيقلب على لي جارديني، قال لهم يكونوا تما مع واحد الموعد معين محدد، وذاك الموعد هو نص ساعه قبل ما تيجي هذاك الفورغون اللي فيه الفلوس. وقال لهم يكونوا لابسين كاسكيطه زرقاء مضادر ديال الشمس، جيلي وماسك، وما يتحركوش من تما تيجي هذاك السوبرفايزر، وباش يحمسهم ويحمس الاكثريه الماكسيموم ديال الناس باش يجيو لديك لوفر، دار لهم واحد الصالير مزيان بزاف بارابور المعدل ديال داكشي اللي تيتخلصوا للجارديني. دار معاهم $25 للساعه، $25 مخيره بزاف بالنسبه لهذا النوع ديال الخدمه. 15 لواحد جاوب بالايجاب، قال بانه هيجي كونفيرما معاهم، دار معاهم جروبات وداكشي، داكشي بروفيسيونيل بحال بصح يدير ريكروتمون. هو هادشي كامل دارو باش منين يهرب والبنكه يشوفوا لي كاميرا دو سيرفيونس والناس يقولوا شنو كان لابس، هيلقاو بزاف ديال الناس في الطبيعه غاديين بهذوك اللباس، والبوليس هيدوخو ما يعرفوا شكون اللي سرق ذوك الفلوس، وفي هذا الوقت هيكون عنده الوقت كافي باش يهرب وحيد عليه داكشي الى اخره. كلشي دابا واجد. انطوني كيرسيو ولا كيحس بحال ذوك الايام اللي كان يلعب الفوتبول الامريكان، هذاك التراك اللي تيجي الانسان قبل الماتش، قبل ما شي ماتش مهم، نفس الحاجه طرات ليه داخل بحال في شي ماتش ديال الفوتبول الامريكان. من بعد 3 شهور ديال التحضيرات كلشي واجد، الخلعه والافكار كيدوروا ليه في راسه، واش هادشي غيصدق ولا لا؟ واش هيوليو دوك الفلوس ديالي؟ ولا واش هيشدوني؟ ولا هيكون هذا هو اخر نهار ديالي؟ صباح ديال براكاج كلشي كان غادي مزيان، قال بسلامه لمراته، خرج وقف بلحظه من البعيد، العمال بداو تيجيو، جاو 15 لواحد اللي تيساينو في باب ديال البنكه، وفي الاول ما عرفو بوالو تيساينو. كلهم لابسين كيف كيف، كلهم دايرين الماسكات، كلهم كاسكيطات زرق مضادر ديال الشمس، كلشي هو هذا. وبقاو تيساينو حدا البنكه، ما بعيش بزاف على البنكه. وفي نفس اللحظه انطوني كيرسيو تيساين حتى هو هذاك الناقله ديال الاموال اللي هاجي مع وقف البلاندي، الحكم صفر، وانطوني كيرسيو مشى تيجري في اتجاه ديال داك البلاندي. ديك اللحظه هذوك اللي كانوا خدامين فيه كانوا نزلوا جوج سكان ديال الفلوس وغادين بهم يدخلوهم للبنك. تما انطوني كيرسيو طالق وهاز معاه لاكريموجين، وهاد الفيديوهات اللي هتشوفوا الفيديوهات حقيقيه من الكاميرات سيرفيونس اللي كانوا قدام البنك. انطوني كيرسيو ضرب سبرينت بحال اللي مولف تيدير في الماتشات، مشى تيجري، وصل عند داك سيكوريتي، هاز داكشي ضربو بلاكريموجين، هز دوك السيكان بجوج تحت الدراوع ديالو، وجرى كيما كان تيجري باش تيكون لاعب فوتبول امريكان بنفس الطريقه، حط الساك تحت يدو وتيجري تيجري تيجري، خلاهم تما مشى تيجري. بجر السيكوريتي، السيكوريتي بقى تعرف غير مع عينيه، ما عندكش تيحرق بزاف تيخلي الانسان ما تيفكر في حتى شي حاجه. وصل الطريق اللي قلت لكم تكون عامره بالطوموبيلات، وتما بغى يقطعها كان هيضرب واحد الكاميو زقل وهبط مع ديك الهبطه، مشى تيجري في ديك الغابه، حيد عليه كاع داكشي اللي كان لابس وكمل الطريق، لقى ديك لابوي بلاصتها في الواد، لاح فيها الفلوس، ركب وخلى الما يديه. هذاك سبرين ديالو في الغابه تقلع عليه صاك من دوك السيكان ديال الفلوس، خلى واحد لاحو للاسف، ودا معاه غير واحد، وهذاك الواحد اللي دا كانت فيه 400 مليون، تخيل خلى 400 ودا 400، كان يدي 800 ما كتابش. بقى ديك لابوي توصل للخر ديال الواد، ماشي للخر فين تيكب، ولكن كاين واحد البلاصه مسدوده بالشجر، تما هبط هز الساك ديالو وكمل الطريق ديالو، والبلان ديالو كان واصل هنا، ما كانش خطط لشنو غيدير من بعد، ولكن في ديك اللحظه طاحت عليه واحد الفكره خطيره، قال شنو هي البلاصه اللي ممكن نمشي ليها وتحت ما يقلب عليا والبوليس ما يقلبوش عليا. بقى تيفكر واحد شويه ويقول نمشي للكوميساريه. مشى المدينة اتجاه سنتر فيل فين كاين كوميسارية كبيرة، قال لي إذا مشيت لتما هلقاهم كلهم خارجين من تما وتيمشيو يقلبوا في ديك البلايص فين كان وقع داكشي، وما طيحش لهم الفكرة بأنني نكون جالس غير أون فاس معاهم، وهادشي اللي دار. وصلت لتما لقى واحد لوطيل قريب لديك البلاصة، دخل عندهم قال لهم بغيت نستعمل التليفون، كان هي تفرش في ديك اللحظة لأن السبر ديالها فازكة وكان تيخرج منها الماء وداكشي، ولكن ما داو ما جابو. تما عيط لشي صاحبو هزو داه من ديك البلاصة اللي كان فيها وصافي، ما طر حتى شي حاجه. ملي مشاو البوليس تبعوا التراجي ديالو، لانهم سولوا الناس اللي كانوا في داك لونفوتياج، قالوا لها منين داز منين داز، مشاو لقاو داك البيريك وداكشي اللي كان لابس، وفيهم كان الحمض النووي ديالو، ولكن ما كانش عندهم شي واحد اللي شاكين فيه اللي يقارنوا الحمض النووي ديالو معاه، يعني واخا عندهم ما يمكنش يعرفوه بانه هو حتى يشدوه ولا يشكوا فيه. وهاد القضيه هذه صعيب صعيب يوصلوا لها لان ما عارفينش شكون. المهم رجع لدارو القضيه بدات تبرد شي شويه، وفين مشى خونا دار بحال كاع هذوك اللي كنا تنتفرجوا فيهم من قبل، مشى يحيح، مشى يحتفل، مشى لاس فيغاس، خلى مرته وبنته موراه ومشى تيحتفل في لاس فيغاس، مشى تيقمر، مشى لواحد الكونسير ديال بريتني سبير، ما خلى ما دار. المهم ما تسوقش
لا لعائلته، لا للناس اللي تيقلبوا عليه، لا الفلوس اللي يدها، بحال حتى حاجه ما طرات. ولكن في نفس الوقت البوليس كانوا خدامين تيقلبوا عليه باش دار هادشي كامل، بحال بدا تينبوا الضمير ديالو، قال انا شنو درت هادشي كامل وخليت العائله ديالي، ورجع عاوتاني عند العائله ديالو وتبع الحياه ديالو عاديه. وكان مره تيبان في التلفازه تيهضروا على داكشي اللي وقع، وتبدا يقول لمراته شوفي واش كي جاك هادشي اللي دار هاد خونا هذا. هو فهمتي بحال تيبقى بليزير باش يشوف تيهضروا عليه ومازال ما حصلوش. مرات كانت تقول مال هذا ديما تيبقى يسولني على هذا البراكاج. المهم هذا الشيء داز، دخل لها شويه الشك ولكن ماشي شي شك كبير، قالت ما عرفتش يمكن راه عجبو وصافي. نفس الوقت البوليس كانوا دايرين لونكيت ديالهم، والبوليس الامريكان الصراحه دار واحد الخدمه خطيره بزاف، وخا هذه مدينه صغيره ولكن الطريقه باش داروا التحريات والطريقه كيفاش مجموعه الانفورماسيون عندهم في الكوميساريه واعره بزاف، لانهم بقاو تيقلبوا في الارشيف ديال 3 شهور من قبل. واللي كان وقع هو ان داك الشمكار اللي كان شاف فيه وقال لي عارفك شنو كدير، شنو دار؟ كان عيط للبوليس في ديك اللحظه وقال لهم راني شفت واحد وشاك فيه. ولكن اللي كان وقع هو انهم كانوا سولوا في التليفون داك الهومليس، قالوا ليه واش عندك شي نمره تليفون، قال لهم لا كاينه غير سميتي الان. المهم قال لهم هذه المعلومه هذه الوحيده اللي كانت عندهم. دونك البوليس وصلوا لهذاك الديكلاراسيون، كيفاش داروا؟ قلبوا كاع داكشي اللي كان داز دوك لي ديكلاراسيون في التليفون، الله اعلم. مهم داروا خدمه واعره بزاف، ولكن ما كانش عندهم شي طريقه باش يلقاو هاد الان يكونتاكتي، وهو اللي كان عنده النمره ديال البلاكه تنظن ما كانش عطاها لهم في لابيل. شنو داروا؟ واحد جوج ديال البوليس طاحت عليهم الفكره، قالوا هندورو على كاع الهومليس، نشريو لي برجر ونبقاو ندورو نعطيهم للهومليس ونبقاو نقول لهم واش تعرفوا شي واحد سميتو الان. بقاو تيدورو في البرجر رقم 6 لقاو خونا الان، وقال لهم كل شيء، عاود لهم داك الشيء اللي شاف، وعطاهم نمره البلاكه. قال لهم انايا ديما تندير هذوك الكلمات المتقاطعه، عندي ستيلو هنايا، ملي بان لي داك خونا فيه شويه ديال الضغل قيت ليه نمره التليفون. سولوه قالوا ليه زعما كيفاش كان تعامل معاك، قال لهم راه ما كان تحسب لي بانني كاع مهدي ما نجيب بانني راني ضايخ. عرفوا البلاكه، والبلاكه باش شافوها ديال الطوموبيل لقاوها ديال مرات كورسيو، مرات انطوني كورسيو. صافي تما قالوا بان هذوك الوصف ديال هذاك اللي كان جرى بالصاك في الكاميرا سيرفيونس داكشي اللي شافوا الناس ديال راجلها 100%، ولكن كان خصهم شي دليل قاطع باش يشدوه. شنو داروا؟ بقاو تابعينو حاضينو سامرين عليه. وخونا حتى هو داير الفرطه، مشى شرا واحد الرونج كبيره، بدا تبرع عائلته، يعني ماشي خبى داك الشيء ودار راسو بانه ما دار والو، بالعكس تيشتت في الفلوس وهما شافوه. وخا هكاك بقاو متبعينو حتى لواحد النهار وصلوا لواحد ستاسيون سيرفيس، كان تيشرب واحد العصير اللي حزبل ديال داك العصير، وهما مشاو شدوه لانه يقدو يلقاو فيه لادين. وداكشي اللي لقاو قارنوا لادين اللي فادك ديال العصير ديك القرعه اللي لاحها مع الادين ديال داك الماسك وداك البيريك وداكشي كامل اللي كان لابس ولاحو في الطريق، ولقاوهم وهما هادوك. تما شدو انطوني كورسيو، منين شدوه زيروه مزيان حتى قال لهم فين كاين الفلوس. شدو الفلوس لقاو واحد لابارتي ديال الفلوس، خدات لهم 8 السوايع باش يحسبوا كلشي. صافي من تما تقدم محاكمة تحكم بست سنين. اللي عجبني في هاد القصة هو الطريقة اللي خطط بها والطريقة اللي دارها باش يدير هاد البلان كامل. استخدم أقل ما يمكن ديال العنف، وما استخدم حتى شي سلاح من غير لاكريموجين، وكانت عنده ديك الفكرة ديال ديك لانونس اللي حط خطيرة ديال شي فيلم. هادشي اللي عجبني في هادشي. المهم إذا بغيتو تعرفوا شنو ولا أنطوني كورسيو، ما نحطهاش في هاد الفيديو لأن باش ما نطولوش بزاف، غنخليها في انستغرام. دخلوا عندي انستغرام لأنه ضرب المدة ديالو في الحبس، ودابا راه خرج وولات عنده واحد الكارير أخرى. نتمنى تعجبكم هاد الفيديو هادي، غنحاول نكثر فيديوهات شي شوية. خليو لايك بارطاجيو، إن شاء الله الفيديو الجاية قريبا جدا غنحاول نديرها في أقل من سيمانة. هذا ما كان، نشوفو إن شاء الله.